ازيك عامل ايه؟ ازيك ماما؟ هاني يا اخويا. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ كل سعيد. ازيك يا ابني؟ اتفضل. عامل ايه؟ ميرسي. منور. يوسف ماما خليك. دكتور نفساني. انا اسف على التاخير معلش. ازي حضرتك؟ ولا مش اي حاجه. ايه مالها بتكسر مقاديفك ليه؟ انا ما بقتش عارف والله. هو انت عايز تشتغل ايه؟ اي شغل بس انا الاقيه. في مجال ايه يعني؟ انا نفسي اشتغل في مجال المطاعم. هو انت خريج ايه؟ انا معايا سياحه وفنادق. سياحه وفنادق؟ طيب عندك سي في؟ لا ما هو انا مش عايز حد يساعدني. لا ما انا مش عايز اساعدك. انا هاخد السي في بتاعك واديه للناس، هم اوريدي عايزين ناس يشتغلوا معاهم. هند ممكن تبعتي السي في بتاعه؟ ابعته له؟ ماشي. ربنا يخليك يا ابني. ربنا على ايه ده؟ انت مفيش حاجه يعني. فعلا المجال اللي هو فيه ده ناس كتير قوي بيسالوا عليه. الحمد لله يا رب. الحمد لله. شكرا. حضرتك ممكن تاكلي بالمعلقه لو انت عايز. الشوكه والسكينه دي الجاتو والحاجات بتاعت الفرافير كلي براحتك. عندك حق يا ابني والله انت عسل. ربنا يخليك. انت اللي زي العسل والله. وقمر احلى منها مليون مره. لا يا شيخ والله انا بقول الحقيقه. هو ما غلطش على فكره، هي فعلا احلى مننا انا وانت. هم شبه ابوهم. الله يسامحه بقى. الله يسامحه. هو الله لا يسامحه. جريه يعني في ايه؟ مش وقته. ربنا يهنيكوا يا بنتي. ما شاء الله. حط صوتك يا ماما. في ايه؟ هو انا قلت ايه؟ في ايه؟ ما تسيبيها براحتها، براحتها تقولي اللي هي عايزاه. يعني انا مبسوط ان انا بقابلك لاول مره والله. والله وانا كمان. هند بتحكي لي عنك كتير. ويا ترى بقى حكيت لك الحلو ولا الوحش؟ لا الحلو. طيب الحمد لله. طب ايه؟ راضي ولا ايه؟ طبعا انت متواضع وبتفهم في الاصول. يا ما شاء الله، في حياتك ما شكرتش في حد. وفي يا بنتي انت متضايقه ان اهلك حبوني ولا ايه؟ لا طبعا ما اقصدش. والله منورنا، والله منورنا. ربنا يخليكي. نورك يا حبيبي. كل بقى صلاة الله. الف هنا. ماشي. اه يا فريد، مش هتصدقي انا شايفه يوسف قاعد مع مين دلوقتي. شكلهم حبوك قوي على فكره. وانا كمان حبيتهم، ناس على فطرتهم. طيب ده ما غيرش حاجه في دماغك كده ولا كده؟ انت مجنونه ولا ايه؟ اولا لو غير حاجه في دماغي يبقى انا راجل ناقص. انت عارفه ان انا مش ناقص. بالعكس انا بعد ما شفتهم اتعلقت بيكي اكتر. طب تفتكر عايش لما تقابلهم هتتبسط ولا مش هتتبسط عشان هي يعني اهلي مش شبهها؟ والله لو اتبسطت تبقى حاجه كويسه وهبقى مبسوط، لو ما اتبسطتش مفيش اي حاجه هتتغير. على فكره انا حبيت عيش قوي، بس هي عندها تكه هي اللي قلقتني منها. عارف. لا ما تقلقيش من التكه دي، انا بتصرف معاها فيها. المهم انت هتيجي معايا العيال ولا هتعملي ايه؟ لا انا حاسه ان هاني وماما مبسوطين ومش عايزه انكد عليهم اليوم بصراحه. اوكي. انا كمان والله حاسس اني تعبان، بفكر اروح انام. يبقى لنا فضله. يبقى لنا فضله. ماشي. يبقى اروح انام احسن. خد بالك من نفسك. انت كمان.